بدعوة خاصة التقينا يوم أمس برئيس مجلس الوزراء يوم أول أمس برئيس مجلس الوزراء السيد محمد الشاع السوداني، وناقشنا عدة ملفات منها ملفات شهداء تشرين والجرحى والمغيبين. طبعا أي ملف ناقشناه كان ممثل من هذه الشريحة، يعني أحد الأخوة عنده وكالات كان من الشهداء، جايب وكالات من عندهم ودي يحكي بأسمائهم. والدعاوى الكيدية التي تطال أخوتنا والتأكيد على حرية الرأي، وطالبنا بحماية الناشطين والمدونين والإعلاميين وصناع الرأي العام وفق ما كفله لهم الدستور العراقي، واتخاذ أقصى العقوبات بحق من يتعدى عليهم وفق القانون، والكشف عن مصير المغيبين، وتسمية لجان لاستقبال طلبات جرحى تظاهرات تشرين ومعالجتهم وإنهاء معاناتهم، وتأمين عودة المبعدين قصرا، وتأمين الحماية لهم ولعوائلهم، وتأمين حماية التظاهرات السلمية التي يقوم بها الشعب للمطالبة بحقوقه المشروعة، وعدم التعدي عليهم، ووضع عقوبات صارمة ورادعة لمن يتعدى على مواطن أعزل، وتسمية لجنة من مكتب رئيس الوزراء للتفاوض مع المتظاهرين في قادم الأيام بدل قمعهم. كما ناقشنا ملف المرأة وحماية الطفل.